يعني اخواتي لاباس عليكم. اليوم غادي نتحدث لكم على واحد النوع من العمليات وهي تسمى بالسبانخ. هاد السبانخ هي غنيه بالحديد، وكنعرفوا ان الناس اللي عندهم فقر الدم كيكون الاغلبيه ديالهم عندهم نقص في الحديد، وكنعرفوا بان الحديد هو اللي كيعطي لكريات الدم الحمراء داك اللون، وهو اللي كيحملها بالاكسجين باش كيوصلوا باقي الانسجه اللي متواجده في الجسم. والناس اللي عندهم فقر الدم كيشعروا بالاعياء والضعف والبروده في الاطراف، لكن هذا ما كيعنيش ان خص الانسان حتى يتاكد من نقص في الحديد عاد يمكن له يتناول المكملات يعني الطبيه. اما هاد السبانخ فيمكن الانسان يتناولها بكل سهوله دون خوف منها. غادي نعطيكم واحد الوصفه. فهاد قلنا الحديد كيساهم في نقل الاكسجين، و يعني باقي الانسجه، ويعني كيمد الجسم بكريات الحمراء. ودابا غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي كتكون من هاد الورقيات الخضراء اللي غنيه بالكلوروفيل، واللي سبحان الله هاد الماده هادي الشمسيه اللي كتعكس هاد اللون الاخضر على هاد الورقيات، وكتصبح غنيه بالكلوروفيل اللي هو عنده دور في يعني في مد الجسم بالاكسجين وب يعني بالحديد. انا رجعت لكم باش نوريكم اش كيقولوا له. هذا عصير وسلطه، سلطه فيها الخس، ورقيات ديال السبانخ، فيها البصله، فيها الخيار، يعني نتوما على حسب الرغبه ديالكم اللي بغيتوا تضيفوا له تضيفوا له. وهذا عصير مكون من التفاح وبرتقال واوراق السبانخ والسكر على حسب الرغبه، وبما انه مضاف اليه الماء فخصنا نحركوه باش يرجع يمتزج مره ثانيه. فكنتمنى ان هاد الوصفات، يعني هاد جوج وصفات، انا كنت كنظن بان الفيديو كان كيتسجل اثناء طريقه التحضير ولكن ما تسجلنيش، وقلت لكم غير يعني النتيجه النهائيه. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وانكم تشاركوا مع الاخوان باش تعم الفائده، وجزاكم الله خيرا وشكرا على المشاهده. وكنقول يعني الناس اللي نضافوا للقناه ديالي من جديد شكرا ومرحبا بكم.